walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. الكوب يودل اوب يول عروق جو داو بوش اب بوش داون 50 هذا غلط انزل انزل بيها انزل بيها يلا يلا مهدي مهدي داو يلا داو بوش اب بوش داون يلا مهدي تايكواندو سكول تايم فريق المهاره تايكواندو العراق حسين السؤال الاول حسين انت يوم والد
2010 محمد تيم مواليد. اكو واحد ما يعرف مواليده؟ موسى يا مواليد. اكو واحد ما يعرف مواليده؟ غبي ما يعرف مواليده. مهدي تيم مواليد 2007. علي رضا تيم مواليد. بلا سوي هيك بس اسمك ماكله الفاره. مهدي تيم مواليد. ايه شنو هاي؟ زين بياصف شرفك نجحت وكسبت نجح ها؟ وخير السنة بعد بياصف ثالث نجحت وكسبت نجحت وخر سجاد لا تحكي وياهم موسى ياصف نجحت وكسبت مهدي ياصف ثاني نجحت وكسبت نجحت انت ما بسجل بالمدرسة بالروضة؟ بعد وين تقضيها الصبح؟ بالبيت شو وين شو تسوي؟ تلعب بوب جمو؟ ها هم عندك موبايل تكنك بيه؟ زين انت تقعد الصبح وين تروح؟ وين تقضيها؟ ها؟ تتريك وش تسوي؟ وين تلعب؟ بالبايسكل؟ بالموبايل هسه تضعف عيونك مهدي انت ما مسجل بالمدرسة من تقعد الصبح وين تروح؟ بالموبايل؟ يعني بقضي حياتك بس بالموبايل؟ زين هنا راح نجي نسأل سؤال شو تحب تتعلم بالتايكواندو؟ فتح انت شو تحب تتعلم بالتايكواندو؟ ما تضرب بعدك انت ايه وانت شو تحب تتعلم بالتايكواندو؟ فتح وانت حب. انت ايش تحب تتعلم بالتايكوندو؟ كلكم الفتح؟ زين اكثر شيء يضوجك بالتايكوندو شنو؟ يعني مو ضغط انت ما راح تتعلم. انت اكثر شغله تكرهها بالتايكوندو؟ فتح تكره، تحب الفتح تكره الفتح، ولا جيتوا؟ اكثر شغله تكرهها بالتايكوندو؟ هسه مو قلت تايط؟ تايهوني وراح ابطل؟ ها؟ لو كذي ها ايه كيف بيوصلك؟ ها؟ بس عياطك ترس الصوت طلعت تلعب وترس الامه. انت شو تحب؟ بالتايكوندو قلت لي فتح، ايش تكره؟ كسمه هذا ابو الزاهي صحيح زاهي. ايش تكره بالتايكوندو؟ ها؟ ايش تكره بالتايكوندو؟ ها؟ شو وقت تتعلم توصل الحزام الاسود؟ عقب باكر شو وقت توصل الحزام الاسود؟ ها؟ عقب مهدي شو وقت توصل الحزام الاسود؟ هاي درب وتعلم يا ناصر وانت شو وقت توصل الحزام الاسود؟ عقب باكر عقب باكر صفق روحك شو وقت توصل الحزام الاسود؟ ايش قد؟ يعني مده ايش قد؟ يعني ايش قد؟ 3 اشهر انت ايش قد توصل الحزام الاسود؟ انت كنت لاعب قديم وتطورت حيل ووصلت طبعا بالتايكواندو بس من تركت خرب مستواك بس ان شاء الله تعيد نشاطك وتصير احسن من قبل. اوكي.